بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخواني الطلبة، سنتعلم من خلال هذا الفيديو كيفية برهان أن نقطة هي مركز تناظر للمنحني CF. هذا القانون يطبق على جميع الدول، الدول التناظرية أو الكسرية أو كثيرة الحدود أو الدول اللوغاريتمية الأسية، المهم كل الدول للأدبيين والعلميين والتقنيين. قانون يبقى ثابت. إذا عندنا القانون هو، لاحظوا، إذا قلنا A، إذا قلنا مثلا A ذات المركبات A و B، أو لا نقول A مثلا حتى لا تختلط عليكم الأمور، نقول أوميغا، نقطة أوميغا ذات الحدثيات A و B، يعني الإكس هو الA والإيغريك هو البي، نقول مركز تناظر أي ماذا؟ عندنا قاعدة أبنائي عليكم بحفظها، اللي هي F، لاحظوا سنكتبها هنا، لاحظوا ماذا سأكتب، تابعوا ماذا سأكتب، هكذا، لاحظوا القانون كيف يقول، يقول هكذا، كتبناها في مكان ضيق، سامحوني، هكذا. قل هنا F، قلت في اثنان في A، هكذا اثنان في A ناقص X زائد F لX يساوينا اثنان B. هذا هو قانون، هذا يحفظ لا جدال فيه. لاحظوا الآن كيف نفعل، تابعوا أرجوكم. ها هي عبارة الدالة، اللي هي X قوة 3 ناقص 3 X زائد 2. تابعوا أبنائي، سنأتي الآن إلى الأ، أين هو الأ؟ ها هي الأ، سنأتي بالأ أمامكم، ها هي الأ اللي هي 0 و 2. لاحظوا هذا يمثل ماذا؟ الأ، وهذا يمثل البي حسب ما هو موجود هنا في القاعدة. الأ نعوضه هنا، والبي نعوضه هنا، تابعوا أرجوكم تتعلموا هكذا، لأن أوميغا إحداثيها A و B، A ها هو والبي ها هو، ماذا يصبح؟ تابعوا أرجوكم، تصبح F لماذا؟ لإثنان في صفر ناقص X، عوضت الأ بقيمته اللي هو الصفر، زائد F لX اللي هي الدالة تساوينا إثنان B، البي كم؟ هو إثنان. ماذا تصبح؟ تصبح F، تابعوا أرجوكم، هنا اثنان في صفر تبقى لكم الصفر، تعطيكم ناقص X فقط، لأن هذا يذهب إلى الصفر، ماذا يبقى بداخل الأقواس؟ يبقى لكم ناقص X زائد F لX تساوينا كم هنا؟ 4. يعني كيف يا أبنائي تفعلوا؟ تابعوا أرجوكم، يعني تقومون بحساب هذه الجهة، عليكم أن تجدوها تساوي كم؟ 4. إذا وجدتموها تساوي 4 فأنتم على صواب، إذا لم تجدوها تساوي 4 فاعلموا أنك مخطئ، لأن السؤال هو برهن ليس هل، يعني فعل الأمر يقتضي الوجوب، يعني عليك أن تجدها. نبدأ، لاحظوا هنا ماذا عندي؟ عندي F لناقص X، يعني لاحظوا هنا عندي الدالة هنا X، F لX، إلا أنه أدخل هنا في بطنها لا ليس الإكس، أدخل الناقص إكس، يعني عندنا الدالة، لاحظوا جيدا، ها هي الدالة F لإكس تساوي لنا إكس قوة 3 ناقص 3 إكس زائد 2. هو قلنا F لناقص إكس، يعني هنا نجعل الناقص، وهنا الناقص ونجعل القوس، وهنا الناقص ونجعل القوس، يعني في مكان الإكس نعوض بناقص إكس، في مكان الإكس نعوض بناقص إكس، وهذه الجهة تبقى كما هي. الآن نبدأ نعوض ونبحث هل نصل إلى الأربعة أم لا. تابعوا أبنائي، تصبح، ركزوا معي فقط، ستعلمون الإجابة على هذا السؤال. F لناقص X ها هي قيمتها، اللي هي كم؟ ناقص X قوة 3 ناقص 3 في ناقص X. قلت في مكان X عوضت بماذا؟ مثل ما تعوض مثلا F لأربعة، في مكان X تعوض بأربعة، الآن عوضنا في مكان X بناقص X، ناقص X قوة 3 ناقص 3 في ناقص X زائد 2 زائد، لاحظوا
اف لي اكس اللي هي اف لي اكس عبارتها ها هي امامكم ابنائي اللي هي اكس قوة 3 ناقص 3 اكس زائد 2 تساوينا. قلت يجب ان نجد الاربعة، ان لم نجد الاربعة فنحن مخطئون. لاحظوا هنا ابنائي ناقص في ناقص في ناقص في هذه الجهة تعطي لكم ناقص اكس قوة 3 لان الناقص في الناقص في الناقص يبقى ناقص، وهنا ناقص في ناقص يصبح زائد 3 اكس زائد 2 زائد اكس قوة 3 ناقص 3 اكس زائد 2. ابشروا لقد وصلنا اليها. تابعوا، هذا يذهب مع هذا وهذا يذهب مع هذا، لاحظوا ماذا بقي لنا، وبينهم الزائد تعطي لنا 4، تعطي لنا 4 بطريقة بسيطة. إذا ماذا نقول؟ ومنه آ ذات المركبات 0 و 2 مركز تناظر للمنحني سي اف بهذه البساطة فقط. يعني عليكم بمتابعة الفيديو نقطة بنقطة ستتعلمون. الآن لو يأتي في الرسم، في الرسم يعني في الرسم يقول يعني لما نأتي للرسم كيف نحترم في الرسم أين يأتي مركز التناظر؟ يعني لو نأتي الآن سنقوم، إذا هنا أنتم دائما قلت لكم قوموا بكتابة الحل حتى تتعلموا. إن لم تفهموا شيء أعيد الفيديو لعدة مرات ولو لعشر مرات، المهم عليك أن تحفظ الفكرة حتى تجيب عليها في البكالوريا. لو نأتي الآن إلى رسم هكذا مثلا إلى منحنى ونرسم مثلا النقطة، ما هي النقطة التي قلنا هي مركز تناظر؟ هي الصفر والاثنان. مثلا إذا كان هنا واحد وهنا اثنان، ها هو مركز التناظر. مثلا الدالة هذه مثلا تأتيكم هكذا وهذا هكذا، عفوا مثلا هكذا. إذا جاءت مثلا هكذا ها هو مركز التناظر، هذه تمثل مركز التناظر اللي هي النقطة عفوا 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 أرجوكم المعذرة، هي قلت صفر اثنان ليس واحد هكذا، هنا هنا ها هي نقطة مركز التناظر، هذه هي النقطة أ، اعذروني صار لي يعني خلطة في رأسي فقط. إذا قلت ها هو مركز التناظر يصبح كيف؟ إذا كان هنا هكذا كذلك يكون هنا هكذا، ها هو مركز التناظر، يعني في الشكل مجرد الشكل فقط، ها هو مركز التناظر. كل نقطة من هنا متناظرة مع هذه بالنسبة إلى النقطة هذه، هذا هو مركز التناظر. ويمثل كذلك هو نقطة الانعطاف، ركزوا معي، يمثل نقطة الانعطاف. ونقطة الانعطاف تعرفون قاعدتها، نقطة الانعطاف هذه الآ هي كذلك نقطة قلت انعطاف في الدالة كثيرة الحد من الدرجة الثالثة. نقطة الانعطاف ما هي؟ المشتقة الثانية تنعدم وتغير إشارتها، وهي موجودة يعني في فيديوهات قبل. المشتقة الثانية يعني تذهب إلى المشتقة الأولى تشتقها المرة الثانية يعني هكذا، ثم ماذا؟ تنعدم يعني تجعلنا اف فتحة فتحة الاكس تجعلها تساوي الصفر، وتجدون أين القيمة؟ مثلا تجدون القيمة لو نأتي إلى مثال، هذا المثال ربما خرجت عن الموضوع لكن معليش، المهم تتعلموا من خلال كل شيء. لاحظوا نتحدث، لو تحدثنا عن نقطة الانعطاف مشتقة الثانية، ها هي الأولى المشتقة الأولى، المشتقة الأولى هي 3 في إكس مربع ناقص 3، نشتقها المرة الثانية هكذا تصبح ماذا؟ تصبح 6 إكس وهذا يذهب إلى الصفر، تنعدم نجعلها تساوي أبنائي الصفر، يصبح إكس يساوي لنا الصفر على 6 ويساوينا الصفر، ها هو الشرط الثاني تنعدم، تنعدم وتغير إشارتها. نأتي بإنجاز جدول إشارة فقط أبنائي، جدول إشارة لهذه عفوا لهذه المشتقة الثانية اللي هي 6 إكس، ها هي قيمتها 6 إكس تنعدم عند الصفر. هنا معدل من الدرجة الأولى، الآ هنا موجب، نقول هنا عكس وهنا نفس، هذه قاعدة، هنا عكس دائما هذا، ها هي غيرت إشارتها. الشرط الأخير المشتقة الثانية رقم 1 تنعدم، رقم 2 3 تغير إشارتها، ها هي غيرت إشارتها. الآن ما هي؟ ومنه سي اف يقبل ماذا نقول؟ نقطة ماذا؟ انعطاف. إحداثيها ما هي أبنائي؟
إحداثية نقطة الانعطاف دائما عليكم بالمتابعة. ما نقطة الانعطاف هي إحداثية؟ إذا قلنا مثلا إحداثية هي النقطة التي تنعدم عندها المشتقات الثانية اللي هي الصفر وآف لي صفر، تعوض في الدالة، تعوض قلت في الدالة ليس في المشتقة. آف لي صفر، نأتي هنا إلى العبارة نعوض بالصفر، تصبح آف لي صفر يساوي لنا صفر قوة ثلاثة ناقص ثلاثة في صفر زائد اثنان وتعطي لكم اثنان. إذا تصبح النقطة أ ابنائي هي الصفر والاثنان التي هي كانت حتى هي ظهرت أنها مركز تناظر ونقطة انعطاف. هذه النقطة أ جاءت لها وظيفتان، مركز تناظر وماذا؟ ونقطة انعطاف. هكذا، وجزاكم الله خيرا على المتابعة وشكرا، وزوروا موقعنا الموجود أسفل الفيديو ليصل لكم جديدنا باستمرار إلى غاية آخر ليلة من ليالي البكالوريا إن شاء الله، ثم نفترق على ما اجتمعنا عليه اللي هي الصلاة والسلام على رسول الله. شكرا، وزوروا الموقع دائما موجود أسفل الفيديو.